بالنسبة للحوار أو أريد توضيح كمان زاوية خاصة منها، اللي هي هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة غير إنه عن مواضع الدين إنه لا يشف ولا يطف من غير مجسم للمجسم؟ أولا ليس لدينا في تحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية. الآية. نعم. لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثين، لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها، حاشا مقام الدليل عن استثنائه ألا وهو قرص الوجه والكفين. كذلك الآية الأخرى وليضربن بخمرهن على جلدهن، وأنا أرى من واجبي أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة فأنا أريد أن أذكر لأن كثيرا من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يعبر عنهن اليوم بالملتزمات ينسينا أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئا آخر اسمه خمار، فواجب المرأة أنها إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلبة على رأسها الخمار وعلى الخمار جلباب. وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضا الرأس ونعنق والصدر، فحينما نأتي إلى الآية المسؤولة عنها ولا يبدين زينتهن أو لبعولتهن، فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا، فحينما يسمح لنا يبقى ما لم يسمح به يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره. فإذا قال تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى أن يقول أو نسائهن، إذن جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية، فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا مواضع الزينة. إذا عرفت هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم شيئا آخر، وهو ما المقصود من مواضع الزينة، عفوا ما المقصود من الزينة. للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان، أحدهما أن المقصود ظاهر الآية ولو يبدين زينتهن، القول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة. وأنا أرى أن هذا القول الثاني
أعم وأشمل من القول الأول، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماما. بمعنى إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلا لم تكن قد وضعت العقدة في عنقها، فهل معنى ذلك؟ لا، القول الثاني أنه ولو دين زينة كون الزينة نفسها، على القول معناها إذا كان ما في زينة معليش. أما على القول الذي اخترناه فإذا لم يجوز المرأة أن تظهر موضع الزينة، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع. فإذا لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا بهؤلاء المحارم، وإلا للنساء نسائهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود بها هم المسلمات. على هذا التفسير جرى علماء السلف كلهم جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات، لا خلاف بين العلماء ولما المفسرين في هذا أبدا. حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال إلا أو نسائهن يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات. والعكس من ذلك يقول إذا كن نساء مسلمات لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات. لكن هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الإضافة أو نسائهن هي كما يقول العلماء في كثير المواطن هي إضافة تشريف. على كل حال إضاءة الناس غير تدرك طبعا عندي. قوله تعالى أو نسائهن أضاف النساء إلى نساء المسلمات التي خاطبهن بقوله ولا يبدين منهن النساء التي ذكرن من قبل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن لما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، ثم قال في خاتمتها أو نسائهن فيعني نساء المسلمات. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم، ومن قواعد أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف، لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة. فما هي مواضع الزينة؟ أول ذلك الرأس وما حوله. فإن الرأس مثلا موضع الأقراب، والعنق موضع الطوق، ثم الرأس قد يوضع عليه مشط أو زينة أخرى كما هو معلوم. ثم من مواضع الزينة
الأساور حيث المعصم من مواضع دين شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام يضعنهن على العضد مثل الخلقين في الساق. ما هو وضع الزينة؟ كان اسمه جندل. نعم. الآن حقيقة ما نخبر من ذلك. هذا كفحان مش مهم. هذا كفحان ما نعم. من وضع الزينة موضع الخلقات. هذه هي مواضع الزينة وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها كذلك أمام بنات جنسها. ما سوى ذلك بقي على العورة كما شرحنا آنفا. ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة فهذا قول لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في حديث ضعيف، إنما هو الرأي والاستنباط. مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب البحر الرائق لابن نجيم المصري التصريح بأن صدر المرأة عورة وهو عورة، يعني كأمثلة للآية السابقة التي أباحت طهارة الزينة المرأة أمام المحارم. ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة، في ظهرها ليس هناك زينة في ابطها مثلا، فلذلك يظهر أن كثيرا من النساء اليوم يعني ينحرفن عن هذه الآية حينما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها أو أختها فضلا عن أخيها. شيخ هل تنطوي أفكارا لبناته من اسمه كنا في الموضوع أن لما ترضى له أظهرت كل صدرها بكامل ما عليها إيش؟ أعوذ بالله. فهذا على المهم أن نفهم الآية. المهم أن نفهم الآية حتى نعرف كيف نبين للناس أن إعراضهم عن الكتاب. هذا شيء. شيء ثاني أنا قلت آنفا أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية. حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت عائشة ومعه غلام لها، استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة، فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلامها. كانت مضجعة حاصرة في الرأس كشف عن قدميها وشين ساقيها، فقال عليه السلام يا بني لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك. هذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجد لها أن ترى ساقيها. هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للآية الكريمة. هذا ما عندي جوابا عن السؤال.